بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيها الحضور الكرام، نبدأ فعاليتنا هذه بعنوان لا بد للقيد أن ينكسر. ففي بلدي المليون نخلة أضحت السجون أكثر من المدارس. في بلدي أمست الزنازين أكثر من بيوت الإسكان. بلدي الذي في دستوره من حق كل مواطن الحصول على وحدة سكنية أصبح لكل مواطن زنزانة. أصبح السجن حق لكل مواطن، فلا يأمن أي مواطن أن يذوق قيد السجن. يا وطني ضقت على ملامحي فصرت في قلبي، وكنت لي عقوبة وإنني لم أقترف سواك من ذنبي. لعنتني واسمك كان سبتي في لغة السب. ضربتني وكنت أنت ضاربي وموضع الضرب. طردتني فكنت أنت خطوتي وكنت لي دربي. وعندما صلبتني أصبحت في حبي معجزة، حين هوى قلبي فدا قلبي. يا قاتلي سامحك الله على صلبي، يا قاتلي كفاك أن تقتلني من شدة الحب. نبدأ لقاءنا هذا بكلمة رابطة عوائل الشهداء يلقيها والد الشهيد ياسين الأستاذ جاسم العصفور، فليتفضل. تفضلوا سيدنا. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم يا شهداؤنا الأبرار، السلام عليكم يا معتقلين الأحرار، السلام على آباء الشهداء، السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. بداية لا بد لنا وأن نقدم جزيل الشكر وعظيم الامتنان لهذه الجمعية، جمعية الديمقراطية التوحدي الوحدوي، على كل هذه الجهود التي يبذلونها مشاطرين عوائل الشهداء وعوائل المعتقلين ومتضامنين معهم. ولاحظنا استمرارية وديمومة هذه الوقفات التضامنية. كل الشكر وكل التقدير لأعضاء هذه الجمعية. كنا صغار، وكانت أقسى كلمة نسمعها سجن. يعني عندما يقولون فلان سجنوه كانت مخيفة بالنسبة لنا كأطفال صغار. حتى عندما كبرنا وجدنا هذه الكلمة قاسية جدا عند سماعها، لذلك نتأثر ونقول مسكين فلان سجنوه. حتى عندما نمر على بيت هذا المسجون نتأثر ونقول مسكين راعي البيت مسجون. الآن طبعا تغيرت الكلمة، كلمة مسجون ما نقولها الآن، نستخدم هذا المصطلح معتقل. وكلمة معتقل أعتقد بأنها فخر لكل عائلة معتقل وللمعتقل نفسه، لأن كلمة معتقل مرتبطة بحرية، مرتبطة بحرية تعبير عن الرأي، مرتبطة بأمور سياسية.
لا زالت كلمة مسجون موجودة، ولكن ربما تطلق على حاشاكم من يسجن بتهمة مخلة للآداب، مع احترامنا للجميع طبعا، ولكن دائما يطلقونها هكذا. أما ما يتعلق بحرية الرأي فيقولون عنه معتقل، وهنا تكمن قوة الشخص المعتقل من خلال هذه الكلمة، هي تعبير جدا قوي ومعبر. عندما نستخدم هذه الكلمة لمعتقلينا نقول معتقل، ولذلك اليوم الوقفة التضامنية مع المعتقلين، هكذا نقول وهكذا نحن نفتخر. دعونا قليلا نسلط الضوء على المعتقلين وشخصية المعتقل. أنا برأيي المتواضع هناك ثلاثة أنواع من المعتقلين. النوع الأول وهو ذات الشموخ الرفيع، المعتقل الذي يؤمن بقضية، يؤمن بمبدأ، يؤمن بعقيدة راسخة بأن ما يتوجه إليه نابع من صميم القلب. لذلك هذه الشخصية تبقى قوية جدا حتى وإن كانت خلف القضبان، لا يقدم تنازلات، لا تغريه أي عروض، لأن المبدأ يطغي على هذه العروض. المبدأ تنازعه النفس القوية برفض كل ما يقدم إليه من عروض. وهناك شخصيات كثيرة سواء خارج الوطن أو في أوطان أخرى، وهنا أيضا لدينا الكثير من المعتقلين الرموز الذين لديهم هذه الشخصية، الذي تمكنت منهم تماما، ولذلك لا يسمح بالمقايضة ولا يسمح أن تمرر عليهم العروض مهما كانت الإغراءات ومهما كانت تلك العروض بتسمياتها. سنعطيك، سنقدم لك، هذه كلها تكون مرفوضة لإيمانه ومبدأه وسيره في طريق الحق، لذلك لا يتنازل. هذه الشخصية الأولى من المعتقلين. الشخصية الثانية التي تنعكس على المعتقل، شخصية تقتدي وتتأثر بتلك الشخصية، يعني يكون مقلدا لهذه الشخصية أو يحاول أن يحذو حذوه. أنا بصير مثل فلان المعتقل، ما بتنازل، تؤثر عليه هذه الشخصيات، هذه الشخصيات التي ذكرتها أنا بما يتمثل فيها من كل الامتيازات، بلا شك لها انعكاس حتى علينا نحن، ليس على المعتقلين فحسب. ولذلك يستلهم الشخصية الثانية التي أتحدث عنها الآن، يستلهم قوته من خلال تلك الشخصية ويبقى قويا. ربما لا يصل التفكير أو مستوى الثقافة لمستوى الشخصية الأولى، ولكن هو وأمام التحدي يحاول أن يصل، لذلك تجده أيضا قويا ومتمسكا بحقه من خلال اقتدائه بالشخصية الأولى التي انعكست عليه. شخصيتين. الشخصية الثالثة التي يطغى عليها التقليد تماما، ليس محاولة بل يطغى عليها التقليد تماما، حتى الصغار تراهم يتأثرون
يعني تطغي عليهم تلك الشخصية ويتأثر بما يجري من واقع الحياة. قد يكون لا يحمل تلك أو ذاك الفكر الذي يوجد في الشخصية الأولى والشخصية الثانية ما يحمل، وربما المعلومة التي لديه ليست بالغزارة، لا توجد لديه معلومة، شيء طبيعي، من لديه مبدأ بلا شك معلومته هي الأقوى، ومن يقلده ربما تكون لديه بعض المعلومات وبعض الأفكار وبعض الثقافة الموجودة حول الاعتقال أو حول كيفية وصوله إلى المعتقل. الشخصية الثالثة لا، تتأثر بما يجري من أمور اضطهاد، أمور جور، أمور ظلم، يتأثر بها فيبقى قويا من خلال ما يتأثر فيه. هذه الشخصيات الثلاث طبعا لا توجد شخصية ربما أقل من شخصية أخرى. الشخصية الأولى لها مبدأ، الشخصية الأولى تحمل عقيدة راسخة، الشخصية الأولى لا تتنازل مهما كلف الأمر، الشخصية الثانية تحاول أن ترتقي للشخصية الأولى، الشخصية الثالثة لها من القوة تقريبا ما يعادل الشخصيتين. من لا يتأثر بما لا يجري لا يحمل ضميرا. الضبير عند ميت يعني يعتقلونه، انت ليش طلعت؟ يقول والله انتون جيتون هجمتون على بيت جيراننا، جيتون هجمتون على ديرتنا، طاح من عندنا واحد شهيد. هني يكون الضمير صاحي، الضمير يقظ، لذلك يتأثر، فتبقى حتى الشخصية الثالثة قوية جدا ومتماسكة، لأن أهم شيء عند الإنسان هو الضمير، إذا مات الضمير مات كل شيء. فمن يتأثر بالواقع الحاصل الآن ويخرج للمطالبة بحق بلا شك هي شخصية قوية جدا. بقي لدينا صغار السن، صغار السن من هم أعمارهم ب15 سنة و14 سنة، طبعا منهم شهداء ومنهم الآن قابعين خلف قضبان السجون. أكثر حركة تعجب الصغار هي التقليد، أقوى حركة عنده لما يحاول يقلد فلان. الآن بدت هذه الثقافة عند الأطفال ليس تقليدا لممثلي السينما، إنما تقليدا لهذه الشخصيات العظيمة، هذه الشخصيات المميزة. يحاول أن يقلد، يحاول أن يخرج، يعني حتى الهتاف لما يهتف تلاقيه يهتف بنبرة وبصوت وبنغم من هتف قبله من الكبار، ليبقى مقلدا، لا يحمل ذاك العنوان البارز كيف خرج وكيف هي ثقافة الديمقراطية وكيف ثقافة حرية التعبير عن الرأي، ولكن يبقى مقلدا حتى يثبت رجولته منذ الصغر. إذن هذه الشخصيات لدينا. أنا أعتقد كل عائلة من عوائل المعتقلين بلا شك هي تفتخر بابنها، تفتخر برب الأسرة، تفتخر بالزوج، تفتخر بالأخ. كان في السابق عندما يقول يعني حتى أهل البيت عندما يقولون ولدنا سجين يقولونها بانكسار، ولكن الآن وأنا طبعا قريب من هذه العوائل يقولونها بفخر وباعتزاز، معتقل، ابننا معتقل. يكفي هذه الكلمة ترسم خطوط عريضة جدا. هذا المعتقل هو معتقل لما نسميه بحرية التعبير عن الرأي، بالديمقراطية، بالمطالبة بالحقوق. إذن كلمة معتقل
تفتخر فيها كل العوائل. لذلك أنا هنا أطالب هذه العوائل الكريمة، هذه العوائل التي لديها أبناء معتقلين، أن لا يصيبهم الانكسار. لا يصيبكم الانكسار مهما طال الأمد، الفرج قريب قريب قريب، أنتم ترونه بعيدا وعند الله قريب. لذلك لا تحاولوا أن يتسرب اليأس إلى قلوبكم إلى نفوسكم فتضعفوا. الضعف هنا يضعف الآخرين، الضعف لديكم يتدبدب ويصل لمن هم خلف قضبان السجون. وأنا سمعت كثير من الحكايات، يعني ابن يقول لأمه لا تضعفين يمه، لا تنكسرين، سيري قوية، أنا قوي. ولذلك دائما هؤلاء العوائل يتحدثون عن أبنائهم بقوة. لم أسمع أم تحدثت عن ابنها بانكسار، كل الأمهات يتحدثون عن أبنائهم بقوة ويقولون خرجنا من عند ابننا من خلال الزيارة وهو صمود. يعني هذه الثقافة التي طرأت علينا الآن لم تأتي عبثا في العوائل المعتقلين أو عند المعتقلين أنفسهم أو عند الحقوقيين أو عند من هم مهتمين بالشأن السياسي، هي فرضت نفسها علينا من خلال الواقع المرير الذي نحن فيه الآن. أنا سبق وأن قلت من لم يتأثر هذا الضمير عند ميت، هذا لا يوجد لديه الضمير يقظ. من يوجد لديه ضمير يتأثر بما يجري، أتأثر بجاري، أتأثر بما يحدث في قريتي، أتأثر بسقوط شهيد. وإذا انعدم الضمير على الدنيا السلام، يعني هذا إنسان يعد حيا وهو ميتا. لذلك أنتم أيتها العوائل الشريفة، أيتها العوائل التي قدمت، يجب عليكم أن يكون الصبر أولا عنوانا لكم، ويجب عليكم أن تلتزموا قوة الصمود أمام أبنائكم، لا تنهاروا أبدا. وليراودكم الأمل، والأمل حتما موجود، ولا بد للقيد أن ينكسر. تحياتي لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.